نحن ندعم أنفسنا في هذه الأوقات الصعبة، لكن علينا الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. يجب أن نغسل أيدينا بالماء والصابون قبل جني الفاكهة والخضروات وبعدها. عندما تذهب إلى السوق عليك ارتداء كمامة أو شاح لتغطية أنفك وفمك، وإذا كنت تشعر بالمرض يفضل البقاء في المنزل. ومعنا اليوم خبير صحي في جلستنا، حيث سيساعدنا في تبديد بعض الخرافات أو المعلومات المضللة التي تتناقلها وسائل التواصل. حسناً، لنتلقى أول اتصال. ألو، مرحبا. قرأت على فيسبوك أنه إذا أكلت أي من اللحوم أو أي من المنتجات الحيوانية الأخرى ممكن تصاب بكوفيد-19، هل هذا صحيح؟ لا، هذه معلومة خاطئة، فالغذاء لا يسبب كوفيد-19. يجب الحفاظ على المسافة السليمة، وألا ننسى شكر منتجي الطعام والمسوقين، بفضلهم لا يزال الطعام موجوداً في كل منزل.